الحقيقه كان الموضوع كمان واخد مساحه كبيره امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي. كل اللي متابع مسلسل الحشاشين وصلت للحلقه ال11 امبارح. الحلقه كانت فارقه الحقيقه، والكل كان بيشيد بيها لان كان في معارك حربيه موجوده، والكلام ده بيحتاج دقه كبيره في التنفيذ وفي الاخراج، والناس كلها كانت بتشيد بده. كانت المعركه ما بين السلاجقه وطائفه الحشاشين، ودي المعركه اللي دارت بالقرب من قلعة ألموت لكل اللي بيتفرج ومتابع المسلسل. وكمان شفنا المخرج بيتر ميمي مخرج المسلسل لما نشر فيديو من كواليس تصوير المعارك دي. لكن الحقيقة المهم وللناس كتير تاريخيين كانوا بيتكلموا عنه، إنه المعارك دي تقدمت بأقرب شكل للواقع التاريخي اللي حصل. وحتى قريت كتير مقارنات ما بين المعارك دي في هذا العمل الحشاشين وأعمال درامية تاريخية أخرى، وبيتكلموا عن دقة التقديم هنا من حيث تفاصيل كتير. هنتكلم مع حضراتكم مع الباحث التاريخي الأستاذ وسيم عفيفي. أهلا بحضرتك. إزاي شفت تناول مسلسل الحشاشين للمعارك في الحلقة ال11 امبارح، وتابعت ده إزاي تاريخيا، دقة نقل ده من خلال الحلقة 11 في مسلسل الحشاشين؟ أولا مساء الخير، وكل سنة وحضرتك بخير والمشاهدين بخير. هو أنا بالفعل بشتغل باحث في التاريخ في موقع الميزان، وموقع الميزان متابع مسلسل الحشاشين بالتغطية التاريخية من لحظة صدور البرومو في فبراير إلى عرض الحلقات يعني. وكان المسلسل متابع كويس جدا، بس كان فارق معانا فعلا الحلقة ال11 لأنه أهميتها بتكمن في إن هي أول معركة عسكرية بين السلاجقة والحشاشين ده تاريخيا. من الناحية الثانية المسلسل الحشاشين ما هوش أول مسلسل يتناول الموضوع ده، وإن كان طبعا هو مستفيض أكثر بالتفاصيل، بس كان مشاهد الحرب في الحلقة ال11 ظهرت بشكل أفضل من غيرها في الأعمال الثانية اللي قبله لأسباب إنتاجية، زي مثلا الحلقة 19 في مسلسل الإمام الغزالي إنتاج 2012، الحلقتين 25 و26 من مسلسل سمرقند في 16. طبعا هنطلع بره المقارنه دي مسلسل نهضه السلاجقه التركي في سنه 20، لانه ملوش علاقه ما بين لا الدراما ولا التاريخ يعني. المشاهد اللي ظهرت امبارح تعتبر بالنسبه لي وبالنسبه للمتخصصين في المجال ده، حضرتك بتقارن بالمعارك الاصليه، الرؤيه دي بناء على مقارنتك ما بين اللي بيحصل ده بالمعارك الاصليه، وازاي تطلع دي فنيا؟ كان مسلسل حشاشين في حلقه 11 افضل بكثير من الاعمال اللي قبله. لو احنا وقفنا على كل مشهد، من حيث ايه بقى يا استاذ وسيم؟ يعني لو نقول ده في نقاط كده، هل مثلا حضرتك تتكلم عن الاسلحه المستخدمه؟ يعني ما شفنا كلنا كرات النار اللي كانت بتترمي على المعسكر من الحشاشين، ولا الموضوع حضرتك بتقارنه من بوجهه نظر ايه؟ بص حضرتك، الاسلحه اللي ظهرت في الحلقه ال11 وهتظهر في الحلقات المقبله احنا ممكن نصنفها على 3 انواع. اسلحه فرديه هجومي، اسلحه هجومية جماعية، وبعد كده أسلحة دفاعية فردية وجماعية. لقطات السلاح في الحلقة 11 من الحشاشين كانت دقيقة لدرجة رهيبة يعني. لأن لو رجعنا للكتب الخاصة بالسلاح في العصور الوسطى والجيش السلجوقي دي تتعدى حوالي 10 مراجع ضخمة في المجال ده. فهتلاقي حضرتك أنت مثلا في الأسلحة الهجومية الفردية ظهر القوس، السيف، الرمح، السكين، آلة كان اسمها آلة المحباط اللي هو كان أحد الممثلين كان بيستخدمها، حاجة كده سلسلة وفي رأس وفي أولها رأس حديدية، دي كانت ثابتة في الجيش السلجوقي. عندنا مثلا التفاصيل بتاعت الخيام، الفراشين إلى آخر كل هذه التفاصيل. فأنت بتتكلمي تقريبا امبارح حوالي 12 أو 13 قطعة منتمين للعصور الوسطى وظهروا بشكل دقيق جدا ولهم صله بالجيش السلجوقي. حابب كمان اشيد الى انه المقاتلين بتوع الاسهم برضو كان كتب التاريخ دايما بتشيد بكفاءه وقوه السلاجقه في السهام، والحلقه اظهرت ده امبارح رغم الهزيمه بتاعه الجيش السلجوقي. التمهيد من خلال المشهد بتاع انه في واحده كانت في الجيش السلجوقي خانت وقتلت الجنود، برضو اي نعم دي من خلال المؤلف لكنه تمهيد عبقري لما سيحدث فيما بعد. انا في توقعاتي انه الحلقات القادمه هنشوف فيها دقه اكثر في التفاصيل، لانها هتكون مليئه بالاحداث، خاصه
بعد اغتيال الوزير نظام الملك اللي اتعرض النهارده في الحلقه 12. ف 13 قطعه طبعا الاشاره مش حابب انسى هنا ازاي هم طلعوا الحشاشين عسكريا، دي ما حصلتش قبل كده بهذه الدقه، ان هو يجسم انه المختارين شيء والفدائيين شيء اخر، دول لهم مهمات ودول لهم مهمات. وممكن اللي شاف الحلقه او اللي حابب يشوفها تاني هنلاحظ ان المختارين هم اللي بيلبسوا اللبس الاسود ودول لهم مهام معينه قيادية، بينما الفدائيين بيشاركوا في المعارك لكن لهم مهمات تانية هيعملوها في الحلقات المقبله وبدات من النهارده باغتيال نظام الملك. فلا العمل الانتاج كان رقم واحد سبب اساسي في انه المسلسل يطلع بهذا الشكل اللطيف في المعركه والجميل، يليه الاخراج طبعا. التفاصيل الثانيه التاريخيه في المعركه لا بامانه منسجمه، لانه 13 14 قطعه سلاح بالدقه دي لا يدل على انه لا في شغل اتعمل في الحلقه بتاعت المعركة. عايز اسال حضرتك كمان تاريخيا عن مساله حصار قلعه الموت اللي احنا شفناه في المسلسل، ده كان الحصار الاول ليها، هيكون في حصار اخر على حسب ما قريت يعني اللي يمكن استمر لسنين يعني. بص حضرتك الحروب ما بين السلاجقة والحشاشين لم تنتهي إلا بعد ما زالت دولة السلاجقة لأنها فضلت مستمرة. فإحنا هنشوف الممثل عمر الشناوي هيجسد شخصية ابن ملك شاد تقريبا من الحلقة بتاعت بكرة 13. هيبتدي الليفل هيزيد أكتر بعد معركة الحصار. لأن كان حصل فيها يعني، والاغتيالات برضو هتبين الحلقات المقبلة كمية الرموز التاريخية والشخصيات اللي الحشاشين اغتالوهم، وهذه حدثت بالفعل. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الباحث التاريخي وسيم عفيفي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.